بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الأولى في الـ MBA المفروض نتكلم على ظاهرة نسميها ظاهرة التضخم، سواء كان الأسباب أو الآثار أو العلاج. نيجي في الأول، يعني إيه تضخم؟ التضخم دوت عبارة عن ليه أكتر من تعريف، لكن التعريف الأكثر شيوعا والمتداول بين الاقتصاديين كلهم اللي هو أنه عبارة عن حركة صعودية في المستوى العام للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي عبر الزمن وتنتج عن فائض الطلب الزائد في عن قدرة العرض. ببساطة يا جماعة، احنا بنتكلم على ارتفاع في الأسعار، ده بيبقى مش في سعر سلعة ولا اتنين، لا أنا بتكلم على المستوى العام، ودوت بيبقى فيه صفة الاستمرارية، والكلام دوت بيبقى ناتج في الغالب نتيجة إن الطلب بيبقى أكتر من العرض. التضخم أنواع، منهم أول حاجة تضخم بطيء أو زاحف. التضخم البطيء أو الزاحف دوت بيبقى فيه ارتفاع في المستوى العام للأسعار، بس التضخم دوت أو الارتفاع دوت ارتفاع بسيط غير ملحوظ. بينشأ التضخم دوت عقب خروج النشاط الاقتصادي من مرحلة كساد وتزايد معدلات الأسعار والانتقال ما بين مراحل الدورات الاقتصادية. النوع التاني من التضخم اللي هو بنسميه تضخم سريع أو جامع، ده بيبقى ارتفاع مستمر في مستوى العام للأسعار، بس الارتفاع ده بيبقى حاد كبير جدا سريع في المستوى العام للأسعار. التضخم الثالث اللي هو التضخم المكشوف أو السافر، ده بيبقى عبارة عن ارتفاع في الأسعار دون وجود إجراءات من جانب الحكومة أو المؤسسات النقدية لمنع ذلك أو التأثير في حدوثه، ما بيت الحكومة ما بتتخذ أي إجراء. التضخم المكبوت أو المقيد، ده تضخم عبارة عن برضو ارتفاع في مستوى العام للأسعار، لكن نتيجة إن الحكومة بتتخذ مجموعة من الإجراءات اللي بتمنع ظهور الارتفاع في الأسعار السلع والخدمات، زي مثلا الحكومة تفرض أسعار إلزامية، سعر إلزامي لبيع السلع، تجميد الأجور، الإشراف على البيع بأسعار قليلة، منح إعانات للمشروعات لتغطية جزء من نفقات الإنتاج. كل دوت بيخلي إن الأسعار ما تبقاش ظاهرة إن هي بتزيد. النوع اللي بعده بيتكلم على التضخم المستورد، ده بيكون نتيجة ارتفاع برضه مستمر في المستوى العام للأسعار، بس بيبقى نتيجة السلع المستوردة، إن أنا بستورد سلع في الغالب من أسواق بيبقى عندها تضخم، فبيتنقل التضخم دوت عندي، ده بيأثر بشكل واضح وكبير جدا على ذوي الدخول الثابتة زي الأجور والمرتبات وخلافه. في عندي نوع اللي بنسميه التضخم الركودي، ده بيبقى فترات الركود، بينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتزيد معدلات البطالة، دوت بيحصل عنه احتكار كامل للسلع، ما بيبقاش في حد يقدر يجبر الشركات المحتكرة على تخفيض الأسعار، ده بيؤدي لارتفاع الأسعار مع في نفس الوقت ارتفاع معدلات البطالة. التضخم ليه أسباب، في سببين أساسيين أو في نوعين أساسيين من أسباب أو حاجتين أساسيتين من أسباب التضخم، سواء تضخم طلب أو تضخم عرض. بالنسبة لتضخم الطلب في الوقت الحالي، تضخم الطلب ده بينشأ نتيجة زيادة الإنفاق الكلي في المجتمع بمعدلات تفوق عن الزيادة في الكميات المعروضة من السلع والخدمات، ويصاحب التضخم من جانب الطلب زيادة في المعروض من النقود. وبالتالي أنا بيبقى عندي حاجتين، أول حاجة إن الكمية المطلوبة من السلع والخدمات أكتر من الكمية المعروضة، الحاجة التانية بيبقى مصحوب بدوت إن كمية النقود اللي موجودة في المجتمع كبيرة. دوت بيحصل نتيجته ايه في الاخر؟ بيحصل ارتفاع في المستوى العام للاسعار، وزي ما احنا شايفين في الشكل اللي هو موجود قدامنا، ان المحور الرأسي ده بيعبر عن المستوى العام للاسعار، المحور الافقي بيعبر عن كمية النقود، المنحنى العرض الكلي بيمر بمرحلتين، مرحلة بيبقى فيها مرن، مرحلة بيبقى فيها عديم المرونة،
الطلب الكلي لو تقاطع معاه في نقطة وليكن النقطة نون، ده بيؤدي ان الاسعار بتاعتي بتبقى سي، كمية الانتاج بتبقى كاف. المرحلة اللي بيبقى فيها منحنى العرض الكلي مرن دوت بيبقى في مرحلة في امكانية لزيادة مستوى التوظف. المرحلة اللي هو بيبقى فيها عديم المرونة دي بنسميها مرحلة بيبقى فيها توظف كامل وعدم وجود امكانية لزيادة مستوى التوظف وبالتالي زيادة الإنتاج. لو حصل في زيادة في الطلب الكلي في المرحلة ديت، ده بينشأ عنده إن أنا ما عنديش إمكانية إن أنا أزود ساعات العمل، ما عنديش إمكانية إن أنا أزود إنتاج، فبيظل كمية الإنتاج كما هي عند كاف مع ارتفاع في الأسعار من سي إلى سي هو. ودوت اللي احنا بنشوفه في الشرح اللي بعد الرسمة. التضخم الطلب دوت اتعرض لانتقادات كتير، منها ان النظرية دي لما بتفسر التضخم بتهمل جانب العرض خالص، ما بيجيبش سيرته، ما بيجيبش سيرة ان التوسع النقدي دوت زي ما بيحصل في نتيجته زيادة في الطلب ممكن يحصل فيه زيادة في العرض الكلي، وممكن الاسعار تظل ثابتة وبالتالي ما فيش بيبقى فيش ارتفاع في مستوى العمل الاسعار. ان افترضت النظرية استقرار دوال الطلب على النقود ودوت غير منطقي، الدول دي بتبقى دول متغيرة. وشكرا يا جماعة.